تونس سؤال المصير. انتخابات برلمانية في تونس بين مؤيد ومعارض، بين مشارك ومقاطع، بين الداخل والخارج، كلها في إطار السؤال. تونس سؤال المصير مع رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بسام معطر، وعضو شبكة مراقبون لمراقبة الانتخابات سيف الدين عبيدي. تونس سؤال المصير يأتيكم يومياً الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القدس الشريف، 5:00 عصراً بتوقيت تونس.